يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نشرح كيف أعمل أنا ليميت أو أحدد الباندويث لآي بي أدرس معين على الشبكة. لما يتغذى الكنترولر بالسرعة من أكثر من آي إس بي راوتر ويشوف السرعة كاملة، أنا ممكن أحدد لواحد من الآي بي أدرسز اللي موجودة بالنتورك أو رينج من الآي بي أدرس الموجود بالنتورك، أحدد له باندويث معين يشتغل عليه ولا يتعدى هذا الباندويث. عشان أعمل هاي العملية، أول شي بأوبجكت مانجمنت بسورس آي بي أوبجكت راح أضيف رينج الآي بي أدريسز اللي أنا بدي أعمل له ليميتيشن. لو فرضنا مثلا أنا ضفت رينج اسمه زين 5G وضفت هاي الرينج آي بي أدريسز اللي إحنا شايفينها، تمام؟ طبعا بعد ما نضيفها راح نروح على Flow Control Policy، راح أروح على Bandwidth Control، راح أعمل Add، راح أختار الرينج اللي أنا ضفته أو رينج الـ IP Addresses اللي أنا ضفتها. في عند الـ Upstream والـ Downstream، مثلا أنا بدي إياه 2000 كيلو بايت بير سكند زي ما إحنا شايفين هون، وبعد هيك بعمل confirm، بعمل save. هيك انا عملت limitation للباندويث بحيث لا يتخطى 2 ميجا بايت لل IP addresses اللي انا عرفتها بالobject management اللي سميته زين 5G مثلا.